هكذا تم الافتتاح الرسمي لتمديد شبكة توزيع أنابيب المياه الصالحة للشرب التي تقدر مساحتها ب 38 كيلومتر لسكان حي جنيبور، حيث قامت الشركة التشادية للمياه ببناء شبكة أنابيب توزيع المياه بالتعاون مع وزارة المياه الحضرية والريفية بغية توفير المياه الصالحة للشرب للسكان وتحسين ظروف الحياة الصحية عبر التكافل الاجتماعي. المديرة العامة للشركة التشادية للمياه كبرى حسين إتنو شكرت الحكومة على دعمها لهذه الشركة. هذا وقد أشارت وزيرة المياه الحضرية والريفية إلى أن هناك نسبة التخفيض 50% للمستفيدين من خدمات الشركة. إن مسألة الإمداد بمياه صالحة للشرب بنوعية وكمية كافية هي ضرورة حيوية للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للشعب، أن المياه مصدر للحياة. أنتهز هذه الفرصة للطلب من جميع المستهلكين بدفع المنتظم لفاتورة المياه لتمكين الشركة التشادية للمياه تحمل تكاليف التشغيل. كما قامت وزيرة المياه الحضرية والريفية تحاني محمد حسن والوفد المرافق لها قاموا بزيارة عامة لمعرفة توزيع شبكة أنابيب المياه التي تم توزيعها في المدارس الحكومية.